تحب بالباقي ايه؟ هو ايه اللي بقى حلو؟ كيس في تراك هو اللي باقي، فراولة تلاقي وتين تلاقي، خفيف ظريف لذيذ لطيف، في كفي رغيف والطعم باقي. كيس مربى ربى تترك اللي باقي باقي طع في تراك. كيس مربى ربى تترك اللي باقي باقي طع في تراك. في تراك عملت لك المربى في كيس عشان الطعم الحلو يفضل باقي معاك في اي وقت واي مكان. طعم في تراك هو اللي باقي.